السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو هذا. يلا كنا خارجين دابا مشينا شرينا واحد الكرسي الاميره ديال الماكله، وقررنا غادي نمشيو نشوفوا الدار اللي خديت مع بغاو نشوفوها جدود لويز راه معانا، وغادي نمشيو نشوفوها. وانما المشكل ما عندنا السوارت حاليا لحقاش كنا مخلين المعلميه هما اللي خدامين دابا في الدار داكشي، واليوم الاحد ما غادي يكون تحت اليوم الاحد ما كاين حد هي هذيك ما كاين تحت اليوم. غادي نمشيو نشوفو الدار، ما كنتش باغي نوريها الصراحة، وحق الله ما كنتش باغي نوريها نهائيا، كنت باغي غير نكملها عاد نوريها. ما خديناش الا عقلت في واحد الجديور كنت حطيتهم لكم في واحد الفيديو، كنت قلت لكم فينا اين وحده غادي ناخد هادوك. كان طرا فيهم واحد المشاكل، كانوا شي وحدين زادوا في الفلوس وداك الشيء، وصدقوا هما اللي واخدينها، حنا كنا باغيين زعما نترافع معاهم على هذا البلان هذا علاش داروه، وحقاش كانوا موعديننا وحدين زادوهم فوق الثمن اللي كنا حاطين حنايا، صافي هما يعطيو الوحدين الاخرين، لهذا صافي حيدنا من هذوك الديور هذوك، صافي ما بقيناش هذه وحده منهم ماشي جوج، الحيط الاخرى ما بغيناهاش، وطرنا المشكل في هذيك. لهذا دابا قررنا راه خدينا واحد الدار اخرى، خدينا دابا تقريبا شي شحال طالعه في جوج سيمانات حالي، ودينا كنقادو فيها نصلحو فيها اللي خاصها، بدلنا واحد الروبينيات بدلنا شحال من حاجه. لهذا غادي نمشيو دابا نشوفوها ان شاء الله، نشوفوها من على برا وغادي نوريكم حتى من الداخل غير من الزجاج ان شاء الله، والفيديو الجاي راه غادي نوريها لكم من الداخل على برا. المهم الخوت حنا غادي دابا للدار، الدار قربنا لها البايا حدانا. المهم الخوت ها هو جينا دابا للدار باش نوريهم لويز، هذا هو الباب ديال الدار ان شاء الله. ما بقاش الاصلاح دابا الخوت راه قريبه تكمل، هي هذه الدار كتبان لكم كامله، ثلاثه البيوت فيها دابا ما جبناش الساروس كيف قلت لكم، على حساب اليوم الاحد ما كاينش الخدامه ما كاينينش، بقاش حاجه قليله خوت. المهم راه شداها راه عجباتهم الدار من على برا، باقي حتى ندخلهم فوق ان شاء الله. المهم كاينين فيها ثلاثه البيوت الخوت، كوزينه حمام صاله وصاله موجهه الخوت، صالون وصاله موجهه حتى هي كاينه، وكاينه هذيك ديال الفطور الخوت اللي زوينه عجباتني، ديال كتسمى بار بريكفاست الخوت، بار بريكفاست ما عرفتش كتسمعوني لا لا على حسابكم. انا هذي زوينه بزاف دابا متلقاش متلقاش بزاف، كيف قلت لكم راه البلان ديال هذوك الديور الاولين اللي كنت وريتكم شحال هذي ما لقيناش خديناهم، لحقاش راه عاودت لكم البلان ديالهم كي دايرين شنو طرا ليهم. صافي خدينا هاد الدار هادي دابا، المهم مزيانه الحمد لله، بعيدين على الدار فين كنا ساكنين، بعاد تقريبا واحد 26 دقيقه حتى 25 دقيقه باش بعاد. واحد الحاجه الخوت، هذيك السد راي اللي كيبان لكم واحد الشجره هو الفوق شي راه تما كاين بيت، واحد البيت زوين، بيت كبير زوين، هذاك اللي غادي يكون ديال الضياف، وداك الشيء هما اللي غادي يجيو والديا ان شاء الله هنايا. راه غادي نوجد لهم هذاك البيت، غادي نوجد واعر غادي يكون الخوت، وتما فين غادي يكون واحد الطبله ولا شي حاجه ديال الاوفيس ديالي اللي غادي تكون بيت زوين، يعني غادي يكون حتى اوفيس لي انا باش نقاد به الخدمه ديالي وبزاف الاوراق ديالي اللي كنقادهم وداك الشيء. اوكي الاوراق ديالو وداك الشيء، وغادي يكون حتى ديال الضياف، ولكن ملي غادي يجيو الوالدين ديالي ان شاء الله عاد غادي نحيد هذا، غادي نحيد هذيك الطبله ديال ديال الخدمه وديالي وداك الشيء والمسائل ديالي. المهم غادي نضربوا الدور دابا من اللور، غادي نشوفوا الدار من على برا من اللور ديالي ان شاء الله. المهم اخوت هذا اللور ديال الدار، ها هو باقي الجرده باقي ما كملاش، ما فيهاش شي جرده اللي كبيره بحال اللي وليتكم في الاخرين، خاصة باقي مازال الخدمة ديالها غدا تلقى باقي ما كملاتش. هذا هو اللور ديال الدار، نوريكم كوزينة من هنايا من هاد البلاصة هادي ان شاء الله. المهم الخوت كوزينة ما بانتش ليكم كاملة، باقي من هنا من الجهة الأخرى ما كتبانش مزيان لحقاش الجاج، وباقي واحد الباب كاين تما مدريها باقي ما بانتش كاملة، كوزينة راه كبيرة تبارك الله. بدلنا بزاف الأمور، بدلنا الروبينيات، بدلنا الروبينية ديال الحمام، الحمام واش غادي يبان؟ لا ما وحال يبان، لا ما كيبانش، حقاش الجاج راه ما كيبينش ديال الداخل ديال الحمام راكم عارفين.
بدلنا هذاك غادي نحاول نحط لكم شي تصاور الخوت ديال الدار. انا نحط لكم باغي نخلي لكم مفاجاه كما قلت لكم نحاول نحط لكم شي تصاور. لا المهم الخوت هادي اللور ديال الدار، داكشي باقي ما كملاتش، هادي خلينا هي الاخر حنايا وعاد غادي نقادو ان شاء الله وغادي نديرو فيها جلسات وغادي نقدر نحط فيها غاز الصناعي ان شاء الله هنايا. المهم راه هي هادي ماشي شي كبيره بزاف لكن على قد الحال. المهم على قدنا هاد الساعه حاليا الخوت، ما كرهناش حنا شي وحده تكون كبيره، وانما هادشي اللي كاين دابا حاليا. الويس كتشرح ليها هادشي غادي نحيدو كامل انايا، هادي ما غاديش نخليهم هما اللي يديروها، غادي نديرها انا خدمتي هادي ان شاء الله من بعد، داكشي علاش خليتها انايا الاخرى. باقي بزاف الامور غادي تبدلو هنايا ان شاء الله، غادي نحيد كاع هاد الربيع هذا اللي نايض. هادشي اللي كاين الخوت المهم الخوت دابا غادي نمشيو غادي نشوفو هذا الحي اللي ساكنين فيه دابا ان شاء الله، اللي غادي نسكنوا فيه هو تا هو ان شاء الله. باقي محتاجين لا اثاث لا والو، تقريبا كنظن من هنا لشي سيمانه ونص غادي ندخلوا هنايا صافي، غادي تكمل الخدمه ولا خمس ايام ولا سيمانه باقي ما عرفش بالضبط. هذا الشيء اللي باقي الخوت، باقي كنلصقوا في شي حاجه على الارض وكنسبغوها. هذا الشيء اللي كاين، داك الشيء اش بغيت نصور، بغيت نصور حتى الاخر عاد نوريكم كانت وكيولي عاد داك الشيء. هادشي اللي دابا كاين، كنا نستغلوا هاد الفرصة هادي وصافي ونوريكم شوية شنو كاين. المهم الخوت دابا غادي نمشيو وغادي نشوفوا شنو كاين حاليا الحي اللي دايرين به حنايا. سمحوا لي لحقاش الويز كتهضر وأنا كنهضر، حاولوا كتسمعوني. قلت لكم غندور دابا نشوفوا الأحياء كي دايرين اللي دايرين به حنايا هنا، الديور اللي كاينين السكان اللي كاينين هنايا إن شاء الله. الحاجه اللي كاينه عاوتاني ما فزناش بها في هذه الدار هذه، واخا باش نكونوا واقعيين ما عندناش جرد القدام، يعني هذه الحي هذا ما فيهش جرد القدام ما عدا واحد الصف هذا الخوت، هاد الصفوف هذو كاملين اللي كاينين ما فيهمش جرد القدام، كتشوفهم كاملين هنايا كاين فيهم والو. هذا هي هذه الدار الخوت شوفوا. المهم انا وريتها لكم الخوت من الداخل، ماشي من الداخل كامل الخوت، الشيء اللي كاين دابا حاليا واحد البلان الخوت اللي زوين، واحد الفي اللي ورانا شيه داك الفي زوين، هذيك هاي الدار راه تبان لكم هي هذيك، واحد الفي اللي زوين الخوت صراحه عجبني بزاف. هما هادشي اللي كاين الخوت، هذا هو الحي اللي غادي نسكنوا فيه ان شاء الله، كيف قلت لكم بعاد على الدار فين ساكنين بواحد 25 دقيقه وكاك. المهم هادشي اللي كاين. ان شاء الله باش ما كان الخوت غادي نوريكم الدار من الداخل عما قارب ملي غادي تكمل كامله، وداكشي بلا الديوله كاملين يكملوا، باقي واحد العيبات في الشارجوم غادي نوريهم لكم من بعد كيفاش غادي يتقادوا حتى هما ان شاء الله، باقي واحد العيبات في السقف وباقي الضوء، حتى البولات بدلاهم حتى هما عاد غادي نقادوهم شويه. كيف قلت لكم غادي نوريكم غير تصاور من التصاور اللي صورت، ما غاديش نبين لكم فيديو اللي صورت شحال هذه، غنوريكم ماشي حاجه اللي كنا جينا امتى، كنا جينا والبارح والبارح ولا ما عرفت دابا شي يومين قبل باش جينا
طلينا على الدار لقيناها صافي راه بدات كتكمل. وكيف قلت لكم الجرده اللي غادي نقاد غير انا من بعد ان شاء الله، خلينا هي الاخرى لحقاش ما فيهاش شي خدمه بزاف، هذيك يعني ندير لها وقيته ديالها ملي نكون مسالي ان شاء الله. هادشي اللي كاين دابا حاليا اخوت، نمشيو نتحركوا للدار ان شاء الله. ويس كتصور اخوت. المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء، حنا جينا دابا للدار راه شفتوا الدار كي دايره، ما واخا ما وريتهاش لكم كامل ولكن كنوعدكم ان شاء الله غادي نوريها لكم كامله بحول الله غير تكمل. واللي غادي نقول لكم الله يسهل على اي واحد، اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه. راك شفتوا انا الامور اللي دازت عليا من قبل ومن خلال الفيديوهات الاولين راه شرحت لكم بزاف الحوايج خايبه اللي كانت طاريه ليا، وكنت غادي بواحد واحد الطريق اللي خايبه بزاف، والحمد لله بدلت راسي براسي. يعني هذه اللي خاص الواحد يفكر بهذه الامور، هذه راه ماشي شي واحد اللي غادي يجي غادي يبدلك، راه انت اللي غادي تبدل راسك. والله يسهل على اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم الخوت، يعني ما كتجيش الامور سهله غير هكا، راه خصنا حنا نديرو السبب الخوت. هادشي اللي نقدر ننصح اي واحد، وغنبقى نعاود الله يسهل على اي واحد واللي كتمناوها ربي يسهل عليكم فيها. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. صافي لويس، صافي هادشي اللي كاين الخوت، شكرا لكم بزاف، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلامه سلامه عليكم.